شو أهم الاختراعات اللي قمت بابتكارها؟ طبعا أنا ما بس عندي ابتكار واحد اللي هو الفحص الأمني. أنا عندي ابتكار ثاني اللي هو الفورك ليفت أو الرافعة الشوكية. فالفحص الأمني فكرته أنه يكشف السيارات اللي تدش المدن من تحت بالكامل، يتم كشفها ويعطي إشارة إذا كان في شيء خطر تحت السيارة أو شيء قابل للاشتعال، فيخوز الشيء الخطر ويسمح للسيارة بالدخول. جميل، ومن وين جاتك الفكرة حمد؟ طبعا احنا دائما نشوف بالتواصل الاجتماعي نفس مثل ما نقول نفس العصابات او الرجال اللي يسببوا مشاكل حق المدن يكونوا يهربوا اشياء تحت السيارة. فانا حبيت احل المشكلة هذه بتصميم الروبوت مع نادي الفجيرة العلمي ومع مساعدة المهندسين. جميل، وكم من الوقت خذ منك المشروع؟ خذ من تقريبا المشروع مشروع الفحص الأمني من 4 شهور الى 3 شهور تقريبا.